أسأل حب العمل هذا روح الله والروح القدس أكسير من المظفر الثاني من منفاه الباريسي المؤقت يحييكم ويشد على أيديكم كالعادة. قالك اللي فيه طبة عمرها ما تخبى، اللي فيه طبة عمرها ما تخبى. توك واحد تقول أمي مثلا خلق طحا، هو خلق طحا تلوم عليه؟ واحد خلق طحان بأصله طحان وفي الأصل طحان، خلق هيك أنت تجي تلوم عليه؟ كإنسان عاقل. واحد خلق طحان كلب لحاس ما عندوش ما وجه، ما عندوش ريحة متاع شرف، ما عندوش تطلع الناس باش تقول عليه بعد ما يموت، ما عندوش يحب ياكل تو. مش هكا وين ردينك العام مشيت تصورت مع الغنوشي ولابسه شابو متاع ربي؟ مش مشيت تصور مع الغنوشي ولابسه طربوشه متاع ربي ولا متاع باباس وتصور مع الغنوشي؟ سامحناها قلنا والله فنانه وربما العمر وربما داروا بها ولاد لميمه. مي قال لي قلت في اذن سيبوها خلينا نجبدوها، قلنا راي غلطه وكذا وحكيت عليها تتفكروا. عملت رسالة إلى السيدة منير نور الدين وكذا، وهي ظلام الإخراع، ظلام التحيس، قلة الأدب وقلة الحياة وقلة الشرف وكثرة الغدرة بتعاطف الشعب وبعواطف الشعب، قلة الحياة ما تحشمش. تو الغنوشي يتصور يا عاهرة يا صانعة يا صانعة منير نور الدين يا صانعة، اسمعني مليح اسمعني. مش انت كنت تطحن البن عليه ومن بعد طحنت للغنوشي تو وليت توبن عند القروي تبيض له في وجهه نسيبتي العزيزه؟ تيا نيجي لسيبتي العزيزه، نسيبتك العزيزه كي مرتك كي انت موك مراه تعبها هي تو منى نور الدين تمثل المراه الباهيه. اش تعمل المراه الباهيه؟ مرت ولدها مسكينه حبت طيب الفطور وكل شيء درا شنو درا شنو حتحب تعمل بحاجه باهيه، اش تعمل؟ مشات ناكت فيه الملح فزدت. نسيبتي العزيزه متاع الزب هذه معناتها حاجه هذه حاجه متاع مراه باهيه تعود تعاون مرت ولدها باش تفرح ولدها. نيك تحب تاخذ بلاست تحب تنيك مع ولدها، يتحب ولدها يحب كان ماكلتها هي، تحب تنيك مع ولدك يا منى نور الدين الخرا كيما نيكت مع بن علي ونيكت مع الغنوشي طوريت توبن مع خليل القروي المقبور بوترمه مفلوقه كالنياك هذاك كل مش متربي خليل الحياه اللي بو هرب ربه لفرنسا خاطر بخماجة في تونس هكا ولا يا نبيل يا نبيل؟ مش ولدك قريت ربه هنا في فرنسا اللي سي خاطر في تونس ما عشيق بالرب وحد خرا وبليد ومسخون رديته الزبي نبيل خليل الله برا نيك انت وياه يا منى نور الدين خرا. الميبونه نتاعك نبيل قروي 3 سنين بعظمة لسان و3 سنين هو يوري في كشخته وهو يوكل في الفقراء براسه التونسي كل قول لخويا نبيل وما وكلهم يوكلهم عليش؟ وكلهم محبة فيهم أم ركوبا واستغلالا وتجارة واحتيالا بفقرهم؟ أول من أحكي على دي الرب الاحتيال تاع نبيل قروي هو أنا يقع من نهار الأول نكتلبوه، من نهار الأول قلت لك الطحانة اللي يبعثوا في الفلوس ويبعثوا في الجراري ويبعثوا في الزبي برينا عن دين والديكم خاطركم عاملين برشا ذنوب، عاملين برشا ذنوب وتحبوا تستغلوا فقر الفقراء باش تغسلوا ذنوبكم وقذاراتكم على حساب الفقراء وعلى حساب كرامتهم. اش بيه نبي القروي اخي تقدم اش بيه؟ هاكا جبد روحه هاكا خليها لكم وخلى منى نور الدين بعد ايه؟ بعد ما كليت الموله نتاع الدار الكل وليت غرمول هكا تقول يا سيدي هاو ما عادش باش ناكل توا اجا نتعارك ورب امك وليت هكا توا كيفاش بنحارب دير ربك انا؟ 3 سنين وانت تعبي يا زبي في الشعب يجبد ليه؟ وكل مبنى تونس كثيري الذنوب وقليلي وعديمي الشرف
والذاكره والاخلاق يبعثوا في الجريري وفي الفلوس وفي الروادن وفي البسكليتات وفي العجل وفي الكرارس نتاع العياب نتاع زبي لي كونسونغان مولودين من 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 دم واحد، بنت العم وبنت الخاله، بنت عمي لحمي ودمي يا زبي، يا شعب بنت عمي ولحمي دمي، يا اللي تناكوا ما بين بعضكم، يا اللي تعملوا تناكح الانساب، اختلاط الانساب، كي واحد يعرس بنت خالته ولا بنت عمته ولا بنت عمه ولا ولد عمه ولا ولد خالتك ولا مذهب الطائفه نتاع الطائفه والطريفه. بي بوبل انسيستيو، بوبل ايسو دو لانسيست، ما يكون كان 70% منه مريض بغلظ الدم والعطعط والوبنه والطحين والنياكه والسكر والسكيزوفرينيا والبارانويا وزب الله. لا، والاعتداد بالذات، نحن الزب، نحن جن 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 جن، كان يطبقوا الجن، هما كان يطبقوا الجن هكا هكا. من نور الدين ريتو هكا، هي توا هما، هو قال لك هو لامير تيريزا، هكا جاب لامير تيريزا الحقانيه، لامير لفعة العزيزة بتاع الزب. لو سمحني يا نبيل القروي، انت علاش خرجت من خليل؟ علاش خرجت يا نبيل؟ كي انت كنت على حق ومش عيب اللي كنت تعمل فيه، علاش خرجت؟ كنت انت على حق، علاش جبت لنا ولدها في عوض التعاون بمرت ولدها باش تهني ولدها ويتهنوا بعضهم ويعاونوا بعضهم على هم الزمن، تخرب ما بيناتهم. يا وليدي يا وليدي، كان انا نعرف نطيب مليح، ارقد مع ولدك. يا منى نور الدين، علاش ما تشافعش ولدك؟ يا هامله يا فاسده يا قليله الحياه، يا صانعه يا صانعه، يا اللي تتهز بكعبه سلتيا في سبعينيات، يا عاهره يا فاجره، كسكسلو يرجع لسلو، وانت مولود في الطحين والوبنة وجماعة البلدية ولاد فاميليات متاع زبي، ما يخرج من ربهم كان الخرا. موك تحكي على راسكم على روحك انت، كل دارنا متدينين وحزارة ودرشنو متدينين، والمرأة في الدار والمرأة ما تعملش مسرح وما تعملش، هكا طلعت فاسدة كيفهم، أخلاق بلدية، الدنيا مع الواقف. مش انت يا منى، يا منى سرم الدين، يا منى ظلام الدين خرا، مش انت مع الواقف؟ ماك وقفتوا لبن علي ووقفتوا للغنوشي، واليوم تمنع في وتستر في عورة بو خليل الميبور. عشبيخ الناس، هو التونسي مدامه التونسي عنده الحق يترشح كي الناس الكل. لا سي زبي، 3 سنين باعترافه هو، هو يمد في ربه، يوريكم في التواجن يحلم فيكم، ممكن توما جواعة يوري فيكم في الماكلة البنينة وسيرفيس نتاع رب طفي وسيرفيس اوتيل اوتيلري الزبي، هذايا شاريتي دو لوكس الزبي، حتى اللي ملياردير السعوديين ما عملوش دير رب. هذايا بفلوس شكون؟ بفلوس شكون؟ بفلوس هذا الشعب اللي عنده برشا ذنوب، يحب يربح ثواب في الفقراء، علّه علّه ربه العربي المسلم يغفر له ذنوبه. مش ربي قال الصدقة تغضب، مش قالوا تقولوا الصدقة تغضب تطفي غضب الله، تنسي الله في عمايلكم المنيشة. أنا مانيش ضد أنه نبيل القروي يتقدم للرئاسة، هو شو هو بخلاف قفة الزوالي ونسمة قناة الزوالي، خاطر الزوالي عنده 100% من ليزاكسيون نتاع قناة نسمة نتاع الزوالي، هكا قال نبي القروي فمه، قال قناة نسمة ملك الزوالي، بخلاف ملك الزوالي والمنقوب المنقوب المقبور ولدك اللي مطردينه من اللي سياد تونس الكل وتخلص عليه هنا في باريس زبي في كل بريفي بسخطة فلوس، مو صحيح ولا زبي نو؟ عليه خاطره هامل الزبي، والله كان جا مريض نفساني اونديكابي ما عندوش ما يعملوا له، قرروا غادي في تونس يهزوه لامريكا اليابان الصين فرنسا يمشي ويتعب، خاطر ولدك هامل تحب تركب بزبورم دم وعلى زبوبنا. كذبني يا نبيل اللي ولدك ما كانش هامل، هذايا كان هامل الزبي، وموتوا اكثر من دوتوز الزبي، اي ما لقاوش فيه الشراب، بالك حمل حاجه اخرى الزبي. اشراب نيجاتيف، بالك عامل حاجه اخرى الزبي، عملوا له فحص شرجي،
اي الزب ممكن انت حتى تولدك الاعراض مسميته خليل تونس، انا رافض الشيء هذا. دونك نيكك ونيكو اخي الغنوشي مش جاب ربي، شو الغنوشي مش جاب هو وربي كوبا حبوا يحاربوني، اش عملت انا؟ قلت عليها من الزوز باوي انا جل البريك، شو يقحب يقحب، نعاودها مره اخرى، انا مولى الدار الزب، كي ظاهر نرعش الزب على بلادي، مش ظاهر مش ظاهر يعطيكم عصبه، انا هو بلادي وتاريخي حافل 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 في الدفاع الشرس والجسدي على بلادي، وضحيت بزب ورم شبابي وربيع شبابي وقرايتي والزب القط من 84 ل 91، ولا في الجامعه التونسيه لا رب عام عديت امتحان، ماشي نعمل ماشي نحب نموت، ماشي نحب نموت يا ولاد القحب على خاطر تونس. انا مدان ومسالم قدام هذا الشعب، مش الشعب الميبو هذا اللي يحكي معايا توا، شعب 63 اللي انا اتولدت ما بين ايديه، الشعب هذا كان الرالو بيه طلعني راجل عندي دي كود دونور، ما نجمش نتزحزح عليهم ولو جوعوني وعراوني وقراوني وهشموني وعراولي وعرّولي راسي وسكروا لي رب لي كونت متاعي الكل، وكل شيء يحرقوا فيه يحرق الكبد. يا منى نور الدين يا فاجرة يا عاهرة، تبيض في الأموال الفاسدة متاع حركة الاتجاه الإسلامي النهضة، وبعد تمول في الأموال الفاسدة متاع برلسكوني الفاشيست الطولياني، واكل بقر الهمج التوانسة اللي عندهم 3 دور وزايدين مشيو يتصدقوا بهم عند نبيل القروي، واللي هو يتصدق يولي رئيس بحملة انتخابية تكلفت له 0 مليم. نبيل القروي الحملة الانتخابية متاعو تكلفت له 0 مليم، الشعب خلص هالو، الشعب اللي عمل الذنايب الذنوب، شعب الذنوب والكبائر، شعب الغشاش، الشعب اللي غدر بجلال بريك يا طحانه. كنتوا تحبوني الكل، علاش كرهتوا زبي؟ خاطر نحيت لكم رب الماسك ووريتكم وجهه وكل حقاني، طلعتوا تحشموا بوش تستعار ليه دي دي خطيه جن 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 جن. ريتوا كيف الاستابليشمنت كله مثقفيه كلهم طحانة، كلهم شاو مع النهضة، كلهم خوافة وجبناء، كلهم خوافة وجبناء، كلهم يتقهقروا قدام العدو، رضعوا رضاعة العرب والكرب والأتراك. أنا مرة سألت أستاذ قلت له علاش ما تونس ما فيهاش أسوار كيما برشا بلايص ما في أسوار متاحة، قال لي ليه خاطر المدينة باش تتطور أخي هدينا الأسوار وخلينا كان البيبان باش خاطر المدينة قاعدة تكبر. تكذب يا سفيه يا كذاب، الأتراك هم اللي هدموا الأسوار تاع تونس العاصمة وخلاوها 120 سنة هي خراب قدام 10 6 ولا 7 جنراسيونات، يربيوا فينا على الهزيمة والرضا بالانكسار يا ولاد العار. انا خرجت لكم من عمق التاريخ، خرجت لكم كيك البومرانج يا دين الزب، جيك هنا هك تضرب الدوخ تتسونا زبي تولي تشك في روحك يا طحان. هك المسلمات اللي كنت متهني بيها نحيتها لك يا نياك، سي بور سا تكرهني دين امك. جيت بديك مخبي ورا الاورديناتور، مربي مخبي ورا الاورديناتور، انا مخبي ورا الاورديناتور. باهي علاش انا مخبي ورا الاورديناتور؟ سيبوزون انا ما نخرجش وعمري ما خرجت، عندي تو 9 سنين ما خرجتش من الدار وماريش الضوء نتاع الشمس، 9 سنين وانا خايف في الظلام كي دراكولا في سيركوي مخبي روحي، علاش خايف انا زيد؟ تو واحد متخبي عنده 9 سنين مخبي كي الفار وما يخرجش وما يحجمش لحيت ولا الزبي، نهار كل كي الزومبي، عليه؟ خاطركم مجرمين قتل ترويح. هل انتم وقت تسبوني تقولي ايش تونس كان كراجل تنوريو، انتم تعترفوا انكم فيولون عنيفين دي فري باربار، مش مزيغ باربار. انتم الرد الوحيد متاعكم ومن رأى منكم منكرا فليغيره، مش بعقله بالحجة المضادة، ليه مش بالتفكير بالإقناع، ليه؟ ومن رأى منكم جلال بريك يصمته إلى الأبد، لأنه جلال بريك هو فضيحة المسلمين، هو كاشف 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 المستور والمحجوب،
رافع الحجب ومطهر القلوب يا طحانة. قال ربي لم يجدكم فاحمدوا بلا حمد الله إذ وجدكم أعداء فألف بين قلوبكم فكنتم بإخوان بعد شنو محب بفضل الله إخوانا. إيه أنت تحكي على قريش وبنو قضاعة وخزاعة وحرب البسوس ورزبي؟ أخي نحن في تونس عندنا حرب البسوس دامت 40 سنة، كانوا يتناكوا ويتقاتلوا بعد ألف قلوب. أنت زب كان انتوما العرب من احنا خالدينا وتألفت قلوب العرب، علاش باش يجيو نيكو الشعوب الاخرى ومنهم شعبي انا الامازيغ. لكن دويو 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 انا حفيد جدودنا اللي حملوا السلاح ضد عقبه وقتلوه، انا اللي سميوه العرب كوسيلة، انا اكسيليوس كوسيل اكسيل المظفر الثاني لو ريكونكيستادور. Le guide de la reconquête et le chef de la nation. Hey, كل أمة يزمها شيف، ما فماش أمة بلا راس. أخي فما 12 مليون يتكلموا فرد وقت مع بعضهم باسم تونس، وهذا 12 مليون هل هم عندهم أهلية عقلية باش يتكلموا باسم تونس؟ كيفاش كل مش ماشي. La preuve, vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Non, vous n'avez pas des couilles. Jusqu'au cou. Il n'y a plus de cou, Kassoul comme Rousko. Yamuna Nourdine, il taille Saadek ou Hamma Mouadek. Ou Irzini Fik ou les Sabarni Alik. Tu portes l'étendard de l'ennemi. Tu défends celui qui spécule sur la pauvreté et l'ignorance des gens. السيد اللي يوري في وجوه الاطفال الصغار وهو ما يطلبوا فضيحه طول عمرهم، وقت الطفل ها حب النبي هذا مسكين عليه 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 لا تربحك يا مولانا نور الدين. تبيض في الشيء هذا، تبيض في الوسخ نتاع انعدام اخلاقنا بالقروي. كيفاش قناه العائله ورئيس قناه العائله ورئيس ومؤسس خليل المقبور المنقوب في تسريب صوتي سمعناه لكم يدعو الصحفيين نتاعو بالاسم، قالوا توفيق العرفي وتمشي الفلانيه الصحفيه تسكن في الملاسين وتدقدق على ابوها وتقول له خنتي في بالك بنتك تنيك مع فلان الفلاني وراه ياخذ فلوس من عند الموساد، معناتها برا يعني مش جاي حر يحير في بوه باش يقتل بنته خوفا من العار اجتناب قناه العائله. نحن قناه العائله ما عندناش عنف، شوف المسلسلات التركيه كلها عنف، عنف لفظي وعنف جسدي وعنف اخلاقي. لا انزل يودش اشفن فانا مخرة رميوكم يا توانسة، فانا مخرة حطوكم دي زانتيلوق بلا بروفيسور من الحمدية ولا بدرامنين ولا من صنيجة. قالت ايش بينا بالقروي انا استاذة ايش بيه، على الاقل هو وكل الفقراء وكلهم، عليش وكلهم محبة فيهم رفقا بهم، وكلهم إرضاء لله أم رضاء لشهواته. في نكاحك يا قحبة يا أستاذة اللي ما تعرفش تقري، ولادك منايكين وما يعرفوش يفهموا حتى شيء. أخي مش 70% شعب التونسي مريض، مريض فيزيكمون سقات عنده مرض مزمن، يعني أنا باش نحارب بجيش 70% منه براكاسي مش لحد شيء يتكلف ساكوت مي سابورت ريان باش تحدي انا ننتصر. اي ننتصر نيكمها وحدي، نرجع تونس وحدي ما فيها حتى حد، وحدي نعاود نبني دير ربه، نيك روحي ونجيب بينها مزوجي نيكو بعضهم ونيكو بعضهم نعاود نعمر ربك ادم وحاوم من جديد. انا الشيطان الرجيم انكح وفخذ اليمين وبفخذ الايمن لحب له بعضهم الزيب، عملك الشيطان ونهبط ونهبط اقواما خير من دين والديكم. علاش كل مش ماش جلال بريك هو الحل ضد الغازي والمحتل. كتبت انت جلال بريك هو الحل ضد الغازي والمحتل؟ ما كتبتش تخاف. انا كي كنت قدك يا زب القد. شو شو حمادي جبالي، حمادي جبالي القدام الدي اس تي وراه يتبعوا فيه، حمادي جبالي خطوات كي جيون، حمادي جبالي في الثمانينات
قدام هاك يتبعوا فيه، عنده اجتماع والدي اس تي وراه بتاع المخابرات بتاع الدوله وراه، وانا وكمال الكومبا نتبعوا فيه من الزوز. كان شدوني اختي ياسر منوت في الدوله، راك تتبع في الداخليه ايش قاعده تعمل، ويتبعوا شكون في اكبر مجرم حمادي تفجيرات، نتبع في ربهم الزوز. وانت خايف باش تكتب اسم ربك الاسم المقدس تعالت اسماؤنا. جنى البريك هو الحل ضد الغازي والمحتل، سينو مشيت تتنيك حياتك قرعه ولا بهيم وقدام قرعه. حاش البهيم وخاين، انا جادور لي زام سكينات ومحلاها، اون بليس يسيرف بوكو دو شوز. اي نحترم الاحمر، مش كي ربكم قال عليهم انكر الاصوات، ان انكر الاصوات لصوت الاذان. اعطيكم ضرب على المسلان.